اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. من هو نجم هذه المباراه من وجهه نظر الارقام؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. في البدايه طبعا هارد لك للنادي الاهلي وجمهوره. بصراحه كابتن اسلام يعني افريقيا اصبحت كده تدار خارج المستطيل الاخضر. يمكن النجم الساحلي النهارده كان بيلعب 12 لعيب قدام 10 لعيبه من النادي الاهلي. اول مره اشوف يعني ان النهارده الفرقه ازاي تكون انت فريق قوي قوي ومسيطر ومستحوذ وفي حاجه بره الكره تحجمك. يعني ازاي تتحجم مثلا بكارت احمر في الدقيقه 13؟ اعتقد ان دي حاجه مؤثره قوي ان انت تلعب ب 10 لاعبين وطرد غريب. يعني حتى لو ايمن اشرف لمسه فالكوره مش في حوزه المهاجم، يعني هي متطرفه. لو هي في مواجهه للمرمى كارت احمر يعني المواجهه، لكن هي متطرفه. ده كل خبراء اللعبة أجمعوا على أنها ليست حالة طرد. حتى لو لمسوا، البعض قال إن لمسوا يستحق كارت أصفر يستحق بتاع، لكن محدش قال إن هو يستحق كارت أحمر. المفروض يعني أفريقيا تتطور في مستوى التحكيم. حرام فرقة يعني إحنا تبقى فرقة تقيلة وفرقة قوية ومسيطرة ومستحوذة وتضيع مجهود الفرقة ومجهود الناس المبذول ده كله بسبب خطأ تحكيمي. يعني حرام بصراحة. يعني من الدقيقة 12 النهاردة الأرقام طبعا الاستحواذ